استاذ بيومي النهارده بتقول انا نفسي اعمل اللي حققته في الدراما احققه في السينما ونفسي اعمل فيلم جد اوكي وقلت ان الناس هتقول لك طب ليه ده بيومي فؤاد يعني لو عايز يعمل كده هيعمل كده على طول هل ده فعلا ان مفيش ورق بيجي لك ولا مش لاقي حد يكتب موضوع يعني فين المشكله يعني التريك فين؟ هل ولا احنا بناش بنعرف نعمل افلام بجد دلوقتي ولا ايه اللي جرالنا بالظبط؟ يعني انا كمان على فكره كمشاهده كم النهارده في افلام كوميدي حلوه قوي ولكن الافلام الجاده اللي فيها اللي هي بتاخدك بتسحب روحك لغايه ما الفيلم يخلص ما بقتش موجوده مش هقول لك بقت قليله ما بقتش موجوده بخش السينما بتفرج على افلام لطيفه جدا في ماسج لذيذه بنضحك بنطلع خلاص ولكن في نوعيه افلام او نوعيه سينما اتقدمت اما بتخش بتحس كده ان انت روح... روحك مش معاك مع الفيلم ولما الفيلم بيخلص والتترات بتنزل بتفضل قاعد مكانك متسمر كده مش قادر تقوم لان الفيلم دخل قوي جواك دي الحاجات ما بقتش موجودة. دي الحاجات أنا بسميها الحاجات حتى لما بعلم الأولاد في التمثيل والكلام ده دي اسمها الحاجات. ما يحدث الآن شبه الحاجات وأنا بكره شبه الحاجات. حلو قوي اللي أنت قلته دلوقتي. آه في منتج ألماني أنا آسف ما اقصدش حاجة يعني وفي منتج صيني. مم. في الصين لما بتروح أي تاجر بيروح يشتري بيقولوا له لو أنت عاوز الحاجة ولا بكام؟ في بكذا وفي بكذا وفي بكذا وفي بكذا وفي بكذا. في حاجات وفي شبه الحاجات. في الصين في منبه ثمنه 100 دولار صح وفي منبه ثمنه دولار. صح. ازاي هتساوي دب ده بده؟ ازاي؟ مينفعش. ابو 100 دولار ده منبه قيمته فيه ح... وهيقعد عندك شويه مش هيبوظ ابو دولار ده هتقعد تقلب فيها فن ده هيبوظ في ايدك حالا. صح زمان صيني. انا كنت شغال في الدعايه والاعلان كنت بنزل البوسكي عشان اشتري الايتيمز الجديده عشان بطبعها وانزلها لل يعني مثلا حد عنده شركه بتاعت مقاولات <مت> فعاوز يعمل الدعايه بتاعت السنه فبيودي النتيجه عليها اسمه والاجنده عليها اسمه <applause> الاورجنايزر عليه مش عارف ايه الهدايا شويه اللي منبهات دول. بقى على شويه اقلام على مش <سح> عارف ايه بطبعها واروح موديها واخد فرق السعر من الحاجات اللي انا كنت اشتريها <مت> هو ده كان طبيعه شغلي فمره واقف في محل في الموسكي فكان المنبه ثمنه كله اقسم بالله ساعتها يعني 5 جنيه مم. فكان الراجل عمال يقول ايه وده بقى يعمل ايه فالراجل يجاوب بزهق فيسال تاني فالراجل في يجاوب فيسال تالت لغايه ما صاحب المحل قال له يا فندم المنبه في ده ثمنه 5 جنيه قال له اه انا عارف قال له ده هيبوظ حالا قال له نعم قال له انت بتشتري حاجه ب 5 جنيه عملت تسألنا اسئله فيها انت عطلتنا ب 40 جنيه <تصفيق> <تصفيق> فهو ده اللي اقصده يا هي دي اللي, اللي, اللي بيتكلم في حاجات وفي شبه الحاجات كان عندنا مؤلف دلوقتي عندنا ورشه وعندنا هيد رايتر. وعندنا ما اعرفش يعني مع احترامي انا ما بعترضش بس ازاي يا فندم العربيه اللي بيركبها اكتر من سواق بتبوظ طبعا بالك الفيلم اللي بيتكتب من اكتر من مؤلف يا جماعه في مؤلف في مؤلف. بني ادم مؤلف في عارف بدايه ووسط ونهايه واحدة. ويعمل ودماغ لكن ده واحد كاتب هنا وواحد كاتب هنا لدرجه ان يجيب الهيدرايتر وتيجي تقول له على ماشي كده يقول له ايه ده المشهد ده في الفيلم ده حقيقي فقول له اه والله فني في الفيلم امال هو مين اللي مؤلف فيبص لي كده لا يا اسبهي ما انت عارف لا 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 نظبطه حاضر المشهد ده نظبطه لكم نظبطه اه يعني ايه يعني ايه هو اللي خلق وحيد حامد رحمه الله عليه ما خلقش غيره رحمه خلق مصر ولاده اشتغلوا يا جماعه اشتغلوا عشان كده اعتقد يعني انا ما مش ه... اعتقد ان عبد الرحيم كمال ما حاجه ورش لا عبد الرحيم كمان ما هو ده مم. عشان ده اسم فبيعمل منتج واحد في السنه على فكره انا مش شايف ان ده لازم يساوي البطء انت ما تقدر تعمل ثلاثة افلام في السنه وثلاثة ابو جامدين قوي عبد الرحيم خلاص وثلاثه ابو جامدين لكن هو الراجل شايف انه عشان يظبط باخد مثلا ده الميكانيزم بتاع عبد الرحيم حر. ممكن حد تاني يعمل برضه ويكتب بجد حر فهي دي اللي هي دي المساله يعني الافلام هو. او المسلسلات الالماني اللي بيومي فؤاد قدمها او خلينا نسميها كده اللي بتعتز بيها او الالماني هي ايه؟ يعني هي الافلام المصرية يعني الافلام المصري اللي قدمتها اللي حسيت انها فعلا هي الحاجه مش شبه الحاجه اه الالماني اه الحاجات اللي اه 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 مش الصيني ما خدش انا قلت لو كنت عملت فيلم الماني وانا ناسي لا انا ناسي لا ساعات اولادي يروحوا يتفرجوا على فيلم اجنبي فاقول لهم كده هما في السينما يكلموني يقول لهم طب شوف كده اكون انا فيه وناسي عايز اقول لحضرتك على حاجه انا عامله سكريبت في اعمالك انا ما مسكتوش انا دلوقتي بتكلم معاك مني ليك لأن آه. أنت كلامك ممتع بالنسبة لي. والله العظيم وبيومي فؤاد فنان غني جدا. الحمد لله. جدا ودايماً بقول إن أنا هنا لما بقول غني بقول غني بحاجات كتيرة قوي إلا الفلوس. الحمد لله رب العالمين. ده بجد يعني وده اللي يخصني وده اللي يهمني. الحمد لله. نرجع للألماني <applause> مش محمد رمضان ولكن <applause> الأعمال اللي بجد اللي هي الحاجات. كتير. فيها أفلام أنا بحبها وبعتز بها جداً اه. آه. وقفت رجالة؟ آه. أنا بم... بموت, فيه. آه. بموت فيه بموت فيه آه. عشان مع مخرج عظيم وانتوا كلكم جامدين قوي آه. وشكلكم حلو قوي ومنورين لله. الشاشة و... و... وممثلين بجد وكل واحد من دول سوري يعني يفك من على حبل المشنقة فلما تبقوا انتوا الاربعة مع بعض لا بجد عمل فيلم أو فيلم لغاية النهاردة موجود الحمد لله يا رب وفي افلام آه... وطبعاً للاسف الشديد نجاح الفيلم بيتوقف على الشباك. لا ما, يعني ما في فهم... العالم انا مش اه بس مش انا مش بتكلم يعني عن... عن الشباك دلوقتي ان عندنا بحب أعمل... حمله فريزر قوي اه قوي حمله فريزر بحب آه... آه وقفه رجاله ومسلسلات يا استاذ ماما ماما حامل اه عاوزه مسلسلات لا مسل... ده يعني آه. ده آه. اه اه في 2013 مصر عرفت بايون فود انا يعني في 2012 كان عندي شويه حاجات صغيره كده في 2011 كان عندي شويه حاجات صغيره كده في 2010 كان عندي مشهد في فيلم جملتين في مسلسل حاجات كده في 2013 مصر عرفت بيبو فؤاد اهتموا بقى يعرفوا الممثل ده اسمه ايه مين مين هو اه مين هو فمصر عرفت ده مين عملين آه الكبير قوي طبعا وموجه حر والاختلاف حدث من ان ده مسلسل وده مسلسل ده دور وده دور معقوله اللي بيعمل الدكتور ربيع ده الراجل اللي بيقولوها بقى مثلا ده او الراجل اللي بيضحكنا ده او الكلام ده هو ده نفس الراجل اللي عامل الدور المعقد دوت في المسلسل بتاع موجه حر. حره ففي السنه دي انا عملت اكتر من عمل وفي نفس السنة دي عملت ست مشاهد في مسلسل لسه أنا قايله معاكي من شوية كان اسمه ايه؟ اي واحد بتاع احمد نادر جلال اللي انا بكيت فيه مصر كلها اسمه مؤقت اسمه مؤقت عملت ست مشاهد في مسلسل 30 حلقة عملت المشهد بتاع المشرحة ده بتاع بنتي اللي بتعرف على الجثة دي والكلام دوت في نفس السنة مع الدور بتاع موجة حرة مع الكبير قوي واللي حصل فهو ده بقى اللي كنت بتمناه ربنا لي في السنه دي هي 2013 دي كانت سنه غنيه جدا بالدراما بصراحه انا فاكره كان في موجه حاره لأست... ل... والناحيه الثانيه كان في بدون ذكر اسماء بدون ذكر اسماء كان تامر تامر محسن ومحمد ياسين آه لا 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 دي كانت سنه احلى إيران مع... صديقه احلى مع عمل الزعيم اه احلى مع عمل. العراف. اه العراف العراف دي كانت سنه عظيمه نيران صديقه زي ما انتي بقولتي آه. اقول لك ايه تاني آه. اصل انا المسلسلات دي في السنه دي انا فاكره قبل رمضان دايما قبليه بيوم المسلسلات بتتعرض بالليل وقت السحور فانا بحب جدا عشان اعرف انا همسك في ايه بعد كده واكمله انا موجه حاره ده يا استاذ بيومي أنا المساعده كان معايا محمد ياسين على فكره هنا وهو يعني عارف غلاوته عندي انا موجة حارة ده بقول له بص انت كل اعمالك في حته وموجة طبعا. حارة ده وهو نفسه بيعتز بالمسلسل طبعا. ده جدا طبعا. جدا جدا ده من الحاجات مش هينفع يتعمل زيها تاني بجد طبعا فدي دي الحاجات اه دي الحاجات طبعا طبعا, طبعا. دي حاجات